المس العاشق عطيتكم الفيجل راه رخيص راه 2 درهم قليلكم الغراض، والمسك الاسود راه دايره 20 درهم، وانسان يقوم بهذا العمل راسو ساهل. اما بالنسبه للسحر ان شاء الله غادي نجيب لكم الورق ديال الشجر بحال الشجر. عرفت لي انا تقريبا درت هاد واحد اللايف بعد واحد يومين قالوا لي الناس احنا جربناها هذه الطريقه هذه والحمد لله عطات النتيجه ديالها. ها كيفاش السحر؟ العلاج ديال السحر، يعني العلاج السحر ساهل الحمد لله باذن الله. وان شاء الله راني درت واحد البحث الكبير اللي باش وصلت لهذا العلاج لهذا المشكل ديال المس العاشق. المس العاشق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء مع الراقي أبو عماد. الراقي يعني تيصرح بأنه تيعالج من الجن والشعوذة والمس السحر الأسود، وجاب لكم الوقاية من هذا الشيء كامل. مهم، مرحبا بك سي أبو عماد. مرحبا مرحبا. كثير ديال الناس مساكن تيتشكوا من هذا المشكل ديال المس العاشق، واللي مساكن ما خلاو لا نورانيين لا تيخطفوا الجن. وان شاء الله راني درت واحد البحث الكبير اللي باش وصلت لهذا العلاج لهذا المشكل ديال المس العاشق. المس العاشق انا نعطيكم العلاج ديالكم، ما تحتاجوا حتى شي حاجه، بسيط وسهل. طريقه العلاج سهله واي واحد يعني. هو انسان يجيب الفيجل ويطبخه في الماء، ويجيب المسك الاسود ويخلطهم بجوجهم ويصفيهم ويقرا عليهم سوره الصفات، يقرا عليهم سوره الصفات ويرش البيت ديالو، يرش البيت النعاس، يرش الفراش ديالو، ومن يبغي ينعس يرش الوجه ديالو والبطن ديالو، ومن يبغي يخرج ثاني يرش الجسم ديالو. علاش؟ لان الفيجل المسك الاسود قاهر 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 الشياطين اللي تتلبسوا بالنساء وبالرجال، ما يسمى بالمس العاشق قاهر. وهذه التجربه اللي انا درت عليها واحد البحث كبير عن طريقه الكتب وعن طريقه الروحانيين، عاد تكلمت عليها ودرتها في عده من ديال الناس اللي مساكن تيعانيو، وراه الحمد لله درتو في عده قنوات هذه الوصفه هذه. وكثير ديال الناس اللي انا تقريبا درت هاد واحد اللايف بعد واحد يومين قالوا لي الناس احنا جربناها الطريقه هذه والحمد لله عطات النتيجه ديالها. من بعد نهار السبت درت واحد اللايف البارح بالليل، الناس جربوها قال لي الله يجازيك بخير، هذه الوصفه راه عجيبه وراه مؤثره وتطرد الشياطين بالنسبه للناس المس العاشق. وان شاء الله في اللايف الجاي ان شاء الله غنعطيك لعلاج السحر المرض اللي تسبب عدد من المشاكل لكثير ديال النساء مساكن اللي داروا لهم السحر وخلاوهم ما بقاوش يشقاو. السحر الاسود وخلاو الرجال ديالهم اللي كرهوهم، وخلاو النساء اللي طلقوا ودمروا بسبب السحر. ان شاء الله غنجيب لكم هذه ما غتشريو بها حتى حاجه. المس العاشق عطيتكم الفيجل راه رخيص راه 2 درهم قليلكم الغراض، والمسك الاسود راه دايره 20 درهم، وانسان يقوم بهذا العمل راسو ساهل. اما بالنسبه للسحر ان شاء الله غادي نجيب لكم الورق ديال الشجر بحال الشجر. ها كيف السحر؟ العلاج ديال السحر، يعني العلاج السحر ساهل الحمد لله باذن الله. تاخذوا غير الورق ديال الشجر بحال الشجر هذا اللي كاين هنا، زيتون اي شجر، لكن يكونوا سبعه الورق. انا غنقول لكم دابا نيت باش تستافدوا منه. انسان يجيب سبعه ورقات ديال الشجر، الشجر يكون مختلف. ركزوا معايا، راه مثلا هاد الشجر نيت ياخذ ورقه من هنا ورقه من هنا، سبعه الشجرات ياخذ كل شجره ياخذ منها ورقه. الشجر ما يكونش بحال ردوا معايا البل، سبعه الشجرات ناخذوا منها ورقه ورقه ورقه، ونشدوهم نستفوهم بحال ما هكا، نحطهم فوق شي حجره وندقوهم بهذيك الحجره. قبل ما ندقوا هذوك الورقات، النوي والنيه، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، النوي بان راني تنفك في هذا السحر باذن الله. من ندقهم نديرهم في واحد بوزه ديال 5 لتر ديال الماء، ونقرا عليهم ايات السحر، نقرا عليهم سوره الفاتحه، نقرا عليهم ايه الكرسي، نقرا عليهم واتبعوا ما قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطلوه، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وقدمنا الى ما عملوا من عامل فجعلناه هباء منثورا. وايه الشفاء، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره، ونولي ناخذ كاس ديال من شربوه وغراب ديال من خويف واحد السطل ديال الماء وندوشوا به باذن الله. هذاك السطل ديال الماء ضروري تكون فيه الملح الحيه، تكون فيه الملح الحيه وندوشوا به سبع ايام. نهار السابع باذن الله تتحس بلا شيء تيخرج بوحدو، تتحس فيه بحال الشوك كيخرج منك.
نسال الله الشفاء لنا ولكم جميع مرضى المسلمين. اللي بغى النمره ديالي هي 06 44 95 32 34.